السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. معكم محمد أنديل وحلقة جديدة من لسعة أنديل. كتير قوي التعليقات اللي بشوفها المصريين وبيتم استغلالها واستخدامها إعلاميا بشكل كبير وبشكل خطير، وأكتر تعليق بسمعه هو كلمة إحنا بقينا رخاص قوي. بس هو الواضح إن إحنا فعلا اللي رخصنا نفسنا، وأنا هقول لكم إزاي. دول شباب سودانيين، أعتقد إن أكبر واحد سنه ما يزيدش عن 18 سنة، مصورين فيديو فيه أغنية وبعتينها للتلفزيون العربي اللي بيديره الإسرائيلي عزمي بشارة بأموال قطرية. لقوا بيقول لك رسالة تضامن مع مصر. هو التضامن دلوقتي بقى بالتخريب والتدمير؟ التضامن بقى انك تساند اخ ضد اخوه؟ ده يخرب بيت كده تضامن بقى. تعرفوا يا مصريين ويا عرب الشباب السوداني دول بيقولوا ايه في الاغنية بتاعتهم؟ يلا يا سيسي ارحل خلاص يا سيسي تبني في قصور يا سيسي شعبك معصور يا سيسي. من ضمن الكلام يعني بيقول لك يا سيسي شعبك معصور، واخدين بالكم شعبك معصور. طيب يا مصريين بس استنوا شويه، خلوني اعرف ارد على الشباب السوداني اللزوز والعسول ده. بص يا لزوز، انت وهو كل الشعب السوداني على راسي من فوق، اخواتي وحبايبي واهلي وناسي، بس ردي عليكم هيكون عملي شويه. الشعب المصري اللي انتوا بتقولوا عليه معصور في عهد السيسي، شوفوا عمل ايه معاكم، شوفوا وقف جنبكم ازاي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نقرأ مع بعض بالفيديو. مساعدات مصرية لإغاثة السودان من الفيضانات. مصر ترسل مساعدات طبية للسودان بتوجيهات السيسي. مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى السودان. مصر ترسل مساعدات عاجلة إلى السودان. الهلال الأحمر المصري، تقديم 587 طن مساعدات مواد غذائية للسودان. وصلت إلى الخرطوم الخميس 16 أغسطس 2018 مساعدات إنسانية عاجلة مقدمة من مصر للأشقاء بالسودان لمواجهة آثار السيول والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها الولاية السودانية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. ورافق قافلة المساعدات وفد برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان وجنوب السودان السفير حسام عيسى، وأمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية السفير أحمد شاهين. شفتوا مصر اللي شعبها معصور في عهد السيسي بتعمل معاكم إيه يا دنت وهو برضه في عهد السيسي ده؟ واحنا معصورين زي ما انتوا بتقولوا. لو خد عندك كمان دي، مصر قرار جديد يعامل السودانيين أسوة بالمصريين. وقال وزير الصحة السوداني بحر إدريس أبو قردة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس إن وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد وافقت على تطبيق البروتوكول الخاص بمعاملة المرضى السودانيين بنظرائهم المصريين، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار معالجة قضايا المرضى والذين يذهبون لتلقي العلاج في القاهرة. أخدت بالك يا ضياء لزوز منك له؟ في عهد السيسي اللي انتوا بتقولوا مصر أو شعب مصر في عهده بقوا معصورين، بيعامل إخواتنا السودانيين زي ما بيعاملنا. فبلدنا بتعامل المصري زي السوداني والسوداني زي المصري. وفي أهم ناحية، الناحية الصحية والخدمات الصحية دي بيستفيد منها ملايين السودانيين على الأراضي المصرية زيهم زي المصريين بالظبط، لأن أهلنا السودانيين طول عمرنا وطول عمرهم واحنا اخوات وعايشين في وسطينا ومنوريننا. فهمتوا يا رباعي المرح انت وهو؟ اللي انتوا بتعملوه ده اسمه تدخل في شؤون الغير، وفوق كده كمان اسمه قله ادب ووقاحه وبجاحه. بس الحق مش عليكم، الحق على بعض المصريين اللي ركنوا كرامتهم على جنب وقعدوا يتشحتفوا قدام الكل وسمحوا للناس ان هم يتطولوا على بلدهم. وعلشان كده اللسعه دي لبعض المصريين، وبقول لهم عايز تعارض عارض، بس خلي عندك كرامه. عارض بس ما تروحش تتشحتف قدام الناس. هو انت ما تعرفش تعارض وانت محافظ على كرامتك ابدا يا مصري؟ عاجبك كده؟ سمعتنا فين دلوقتي لما شويه خنافس زي دول لسه بياخدوا مصاريف من اهليهم يقولوا علينا احنا الشعب المصري شعب معصور؟ مش بس كده، دول كمان بيقولوا ان احنا بناكل من الزباله. يخرب بيت ام قله الكرامه وقله عزه النفس. وكفايه لسع لحد كده. بس قبل ما امشي لازم اقول لكل اخواتي السودانيين، اصغر سوداني فوق راسي من فوق، كلكوا أهلي وحبايبي وإخواتي. وإحنا المصريين معروف حبنا لأهلنا في السودان. السودان ألطف شعب وأظرف شعب في الدنيا. بس الله يخليكم، انتوا عمركم شفتونا طلعنا عليكم أغاني بالشكل ده؟ عمرنا حرجتنا فريق منكم على فريق تاني أثناء الأحداث؟ أكيد لا. دايما كنا بنتمنى لكم الخير وبنكره لكم الشر. دايما كنا بنقول لكم حبوا بلادكم وخافوا على بلادكم، وما تسمحوش لحد انه يقسمكم او يعصيكم على بعض او يخليكم تمسكوا في بعض. فليه كده يا حبيبي؟ ليه؟ لو عجبك المحتوى مش مشترك في القناة يا ريت تشترك، ويا ريت تدعمنا بلايك وكومنت وشير. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.